يعتقد كثير من الوالدين أن أهم ما يحتاجه الجنين هو الغذاء الصحي والراحة الجسدية للأم، بينما تحتاج بنفس المقدار إلى الحنان العاطفي والغذاء النفسي. لذا جاء هذا الكتاب 50 فكرة كيف تغذي الأم الحامل جنينها عاطفياً، ليجيب على الأسئلة التالية: هل تؤثر الحالة النفسية والعاطفية للأم الحامل على نمو الجنين الجسمي والعاطفي؟ كيف يمكن أن تتواصل الأم الحامل مع جنينها؟ ما هي الطرق التي تساعد الأم الحامل على تغذية جنينها عاطفياً؟ كيف يمكن للأب أن يساعد الأم الحامل على نمو الجنين نفسياً وعاطفياً؟